أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل. هذا منهج الإنجاء يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به. أسر بأهلك هذا أمر، بقطع من الليل هذا زمان الإسراء، واتبع أدبارهم. احنا قلنا الدبر اللي هو الخلف، واتبع أدبار القوم ليه؟ إحساسا لهم على السرعة. وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كانوا في مكان ويرحلون منه كل واحد يحمل رحله على ناقته وأهله فيها، وبعد ذلك يركبون ويبتدئون السير ويتخلف رئيس القوم اسمه معقب عشان يشوف مقطوع حد مثلا كان بيقضي حاجة ولا جاشي، تركوا شيئا من أمتعتهم، يبقى هو يعمل ايه؟ اسمه ايه؟ معقب. المعقب بقى بيقول واتبع أدبارهم، خليك انت وراهم. علشان ايه؟ قال لك علشان تحثهم على المسير يمشي بسرعة. ثانيا لتحمي حركة سنأمرك بها في قوله سبحانه ولا يلتفت منهم أحد، محدش يلتفت وراه. وكونك تراقب اللي يلتفت لازم تكون متخلف عنه، لازم تكون متخلف ايه؟ متخلف عنه. وأيضا تقول له طيب أدر اتبع أدباره، طب ولا يلتفت منهم أحد، ليه عدم الالتفات؟ قال لك لأن الالتفات يأخذ وقتا، انت ماشي كده وبعدين التفت، اللفتة دي وقفة، والوقفة أخرتك عن قطع مسافة، واحنا عايزين ايه؟ عايزين سرعة. وايضا فإن التفات القوم الى مواقع انتمائهم من الارض، كل واحد له حتة قاعد فيها ولو الف فيها وحتة مش عارف ايه، قال لك يمكن لو التفت يبتدأ يعملوا ايه؟ ينازعه الحنين الى البلاد والانتماء يقوى عنده. ادي واحدة، واحنا مش عايزين دي، احنا عايزين يبقوا قدام، امضوا حيث تؤمرون، هيقول لهم برضو كده. او ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا يلتفت احد خلفه حتى لا يشهد عذابا او مقدمة عذاب للقوم فتأخذه به الايه؟ الشفقة. وقول الحق سبحانه وتعالى في اقامة حد من حدوده ولا تأخذكم بهما ايه؟ رأفة في دين الله، يدل على ان الموقف هيعمل ايه في النفس ساعة ما تشوفوا كده هيقع بهم حاجة مع انهم عاملين جريمة. ولذلك قلنا ان بشاعة الجريمة بتبعد وبعدين تبقى بشاعة الايه؟ العقوبة. فقلبهم ايه؟ يمكن يحن او مش عايز ربنا دي. والحق او انه سبحانه يريد ان يعجل بهم قبل ان يوجد ولو التفزيع بس من هول ما يرون من انزال العذاب بمين؟ بالقوم. يبقى كم امر؟ اسري باهلك بقطع وبالظرف بقطع من الليل، وبعدين الكافية اتبع ادباره ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. هم قال لك طب ولماذا لا تأخذ ولا يلتفت منكم احد مؤكدة لها وامضوا حيث تؤمرون، يعني ليكن وجهتكم ايه؟ الامامية والغاية، مالكوش دعوة باللي انتوا خلفتوه، يبقى شوف الى ولا ودع من، انت ماشي من شوف الى، امضوا حيث تؤمرون الى ايه؟ الى الشام مثلا. والاسراع عايزهم يسرعهم، قلنا علته ليه بدهم يسرعهم؟ اما لكذا واما لكذا واما لايه؟ واما لكذا. ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. واحنا حتى في لغتنا العاميه لما اذا ارسل واحد ابنه الى طلب او رسوله الى طلب يقول له ايه؟ خليك قدامك دوري، اوعى تتلفت وراك، مش ده اللي بيحصل؟ هو ده اللي ايه؟ وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا اليه اي الى لوط، قضينا إليه أي أوحينا وأعلمنا، وقضينا إلى بني موسى
في الكتاب. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يبقى تكلم في الإنجاء لآله ثم تكلم في العذاب لمين؟ لقومه المنحرفين. أو يعني أوحينا إليه ذلك الأمر. ما هو الأمر الذي أوحي؟ أن دابر هؤلاء اللي هم مين بقى؟ اللي هم القوم لوط مقطوع. دول مقطوع الدابر، ده أنا هقطع دبره. مش كده بنقول أقطع دبره؟ يعني إيه؟ يعني أخره، يعني أطلعه بجذوره. أو الدابر هو الأصل، أنا هطلعه بجذوره. واحنا بنقول، ولذلك القرآن برضه فقطع دابر القوم الذين ظلموا، مش قال القرآن كده؟ وقضينا إليه أي إلى لوط ذلك الأمر. ما هو؟ أن دابر هؤلاء يعني مأخوذون عن آخرهم أو مخلوعون بجذورهم فلا يبقى منهم أحد، مقطوع متى؟ مصبحين. بأنتم حتسيروا بقطع من الإيه؟ من الليل. وهم يتخذوا إمتى؟ الصبح. الاخذ الصبح دي هي طريقه، حتى طريقه العرب وطريقه الحروب، انك انت تاخذه بايه؟ ان اذا نزلنا بساعات قنطساء صباح الايه؟ المنذرين. ولقد صبحهم بكره ايه؟ يبقى الصبح ده لانهم بيبقوا نايمين ومسترخيين وما عندهمش استعداد للمقاومه، ومش اخذوا يعني كده على ايه؟ على. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، مع الاسم الإشارة، إذا كان العائد إليه معلوم مش ضروري يتقدم، أن دابر هؤلاء مقطوع، كلمة مقطوع يدل على أنه لقومين لقومه مصبحين أي في حال الصباح، ودي ما يتناقضش مع قوله فأخذتهم الصيحة مشرقين. هيجي بعدين يقول فأخذتهم الصيحة إيه؟ فكأن بدء الصيحة كان ايه؟ صبحا، واخذها نهايتهم كان في الايه؟ الشروق بقى. طيب انتهت الايه؟ انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطة رسله الذين ارسلهم هم الملائكة الى لوط، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا لاننا هنعمل فيهم كذا ونعمل فيهم كذا. خلاص كده؟ هتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوعنا القرآن لقوم لوط. وجاء أهل المدينة يستبشرون. شوف كلمة أهل والمدينة ويستبشرون، شوف فيها كم مصيبة. أهل المدينة كلهم جم، وجم بهيئة إيه؟ الاستبشار. ده الاستبشار ده استشراف النفس إلى شيء مفرح وشيء سار. قال لك إيه؟ ولا لازم راح لهم الخبر ان لوط جاي له جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه بقى، ملك، مش الحسن ربنا ضرب لهم. ما هذا بشر، ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. وده مش بشر. طيب ويوسف ليه؟ ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه؟ مثل في الحسن. قال الاول فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصه ولا مش فرصه؟ شوف بقى اهل المدينه كلهم، وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه في الاجرام. أهل المدينة كلهم جم، يبقى المنكر عام. خلاص؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، وياريتوا منكر عام ويعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين. فرصة أكوزيون جه. وجاء أهل المدينة يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى ابراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال ايه بقى؟ عايز يعمل سد. قال ان هؤلاء ضيفي. وكم من عادة العرب ان الضيف ياخد كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره ان اهانه احد يبقى كانه اهمين. ولذلك يقول له لا ما تهنوش في بيتي، استناه هنو ايه؟ هنو برا في مكان اخر. ما تهنو في بيتي كأنك ايه؟ فهمتني كأنني لا احسن الجوار، او لا اقدر عليه، او لا اوفي بعهدي، او الى اخره، ده نقص فيه. ان هؤلاء ضيفي. وهؤلاء ضيفي، هؤلاء برضو جمع، وضيفي ايه؟ مفرد. فلا تفضحوه. الفضيحة هي هتك
المساتير التي يستحي منها الإنسان. هاتكوا المساتير التي يستحي منها الايه؟ الإنسان. إذن ففيه أشياء إن يفعلها الإنسان إنما يستحي إن هو إياها. اسمها المساتير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا أن نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكنه بعض الأوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا ايه؟ الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، مش كده؟ ومن اسمائه الستار بس، ما جابش المقابل. ليه؟ لانه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاح بقى، لا. ليه؟ قال لك لانه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء. لأنك لو عرفت لأي لمحسن حسنات متعددة ثم اطلعت عليها على سيئة يمكن تتف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناته. يقول له لا، أنا حداري دي عنك علشان تنتفع بمين. ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجن الثمار وخل العود للنار. مفهوم كده؟ فبقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لانهم دول ضيفي، وما دام ضيفي انا يعني ادي كرامتي وهو اله. قال بيرقق في قلوبهم ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحه تبقى امام النفس والخزي يبقى امام الناس. نعم. قالوا اولم ننهك عن العالمين، احنا ما قلناكش انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص، وعن العالمين سوى الله. سيبنا نعمل نبرطع في الكل ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجه، اوعى تتكلم في اي حاجه من دي، لا في دول ولا في ايه ولا في غيره. اولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، كنتم مصرين على ما في بالكم فهؤلاء بناتي. هنا العلماء بيقول لك هيعرف بناته؟ أقول لك يا اخي ما تاخدش الاسلوب كده على انه بيقول يعرف بناته. طب افرض ان انا بنقول بناته هيتجوزوه، في وسيله ولا ما فيش وسيله؟ في وسيله. ثم هو ما كانش عنده الا بنتين وقال هؤلاء بناتي، يبقى معناها انهم ايه؟ بيتكلم عن جمع وكتير، وهو بنتين ودول كانوا هيقضوا الناس دي كلها. وقال لك ما يمكن هيدي رؤساء الجماعه دول ومش عارف ايه والباقي ومش عارف. قول له دي جمع ودي ايه؟ طب امال تبقى ايه؟ قال لك بنات الناس التانيين. ليه؟ قال لك لان اصل بنات وبنين كل قوم رسول بتوعه. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، حتى جعل ازواج امهات، مش كده ولا لا؟ يبقى بنات يعني اتجوزهم ولا شرط. ولذلك يجي في ايه تانيه اتاتون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، يبقى اذا بيردهم الى الايه؟ الى الامر الايه؟ الحل. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فعلا. لا يزالوا يوحي لهم بامر الشك في الخطاب، ما قالش اذا يعني انا متاكد انكم هتفعلوا، بل قال ايه؟ ان كنتم فاعلين لسه برضو ايه؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. الخطاب قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمرك معناها عمرك، كلمه عمر اللي هو السن المحدد للانسان للاقامه في الحياه، ينطق مره عمر مره عمر ومره عمر، لكنهم في القسم اختاروا كلمه عمر. وحياتك ان الامر ده حصل. ولذلك استدل اهل المعرفه على ان الله سبحانه وتعالى كما كرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه حين ناداه لم يناده باسمه العالمي يا محمد يا احمد، كما نادى كل رسله يا ادم اهبط بسلام، يا موسى يا عيسى يا ابراهيم. الله،
كل دي يناديهم بايه باسمائهم الا سيدنا رسول الله، فانه ما ناداه الا بقوله يا ايها الرسول يا ايها النبي، ده تكريم. وقال لك وفيه تكريم اخر ان الحق سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، انما امرنا ان اقسمنا لا نقسم الا مين الا به، انما هو. ولذلك يقسم بالملائكه يقسم، ده كويس، يقسم بخلقه يقسم، يقسم باي حاجه، يقسم بالنباتات يقسم، يقسم بالجمادات يقسم. هو ليه؟ لان الذي يقسم بشيء يعرف مقدار عظمته، والذي يعرف مقدار عظمته المخلوق هو من خلقه، هو اللي يعرف. ولذلك ايه يقول لك بيقسم باشياء كده، ايه والنجم اذا هوى والشمس وضحاها، دي مخلوقات كلها. قال لك وانت مش عارف، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم، انا اللي باقسم بها لان انا عارف ايه مهمتها ايه، انما انتوا لو عرفتوا كنتوا تحيدوني في الايه، لكنكم لا تقسمون الا به عشان انتوا جاهلين حقائق الاشياء، فلا تقسمون الا به وانا اقسم بما شئت. وقد اقسم الله بكل شيء في الوجود، لا انه لم يقسم بانسان ابدا، ولم يقسم بانسان الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له احياتك يا محمد انهم في سكرتهم يعمهون، لعمرك انهم لفي سكرتهم، والسكرة اللي هي التخدير العقلية اللي بتحصل، ويعمهون اي يضطربون محتارين. فاخذتهم الصيحة. يبقى الاول مصبحين، ده اخبار بها قبل ان تقع، ودي بعد ان بعد ان وقع. فاخذتهم الصيحة. الصيحة احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الكاراتيه والجودو، شوف حاجه زي كده، كل الحركات الارهابيه اللي علشان الخصم لازم تبدا بالصياح، ايه الصيحه، كل الحركه دي ليه؟ لان الصيحه دي تعمل ايه؟ تعمل لبخه في الخصم، تفقده توازنه الفكري. ولذلك اخذتهم الصيحه وبعدين يقول لك ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المختص. ومره يسمها الطاغيه، اما عادوا فاهلكوا اما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، اما عادوا فاهلكوا بريح صرصر صرصر عاتيه. طيب فاخذتهم الصيحه مشرقين وقت الشروق، فجعلنا عاليها سافلها، انقلبت كده العالي سافل. وما دام عليها سافله يبقى ده انتقام يعني موجه منظم، والا لما تاخد صيحه تجيب ده على الجنب وده الناحيه دي وده الناحيه دي، انما كده تطلع كده وبعدين يطلع العالي سافل، ده دليل على انها بتتعمل براحته قوي، يعني مش مساله كده يعني لا. فجعلنا عاليها سافلها، وامطرنا عليهم حجاره من سجيل زي بتاع مين بتاع الفيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. المتوسم هو الذي يدرك حقائق المستور بمكشوف المفروض. الظاهر كده ياخد من يتوسم يقول لك والله أنا توسمت في فلان كذا، يبقى خد من الظاهر ما يدل على ولذلك يقول لك سيماهم في وجوههم، يعني انت ساعة ما تشوفهم كده تلاقي برضه بقى كأنه استدلى على سيما الوجوه بما في تعرفهم بسيماهم. لا يسألون لا يسألون الناس الحائس. المتوسم هو الذي يدرك من المنظور المختبئ، هذا المتوسم. راجل اللي كان ضاع له جمل وبعدين راح لقيم الناحيه قال له ده انا ضاع لي جمل ومش لاقيه ومش عارف، خايف يكون حد سرقه ولا بتاعه. وبعدين واحد جاي كده ماشي من الطريق سمع فقال له يا شيخ اجملك اعور؟ قال له نعم نعم. قال له اجملك ابتر يعني ملوش جلد؟
أجملك أشول يعني رجليه زك بها كده؟ قال هو جملي والله. قال إنه في رأيته في الطريق. أم قال لا ده هو ده صح وهو بيقول في الطريق عشان يروح هو اللي عارف مكانه هو اللي سرقه. القضية وقفت فالراجل قائم الحي حب يعني قال له طيب يا شيخ وما الذي أدرك إنه أعور؟ ما أنت لازم يعني أنت عرفت أوصاف دقيقة في أعور ولا لوش ديل وأشول رجليه بتزك يعني مسألة مش يقول إيه؟ قال له يا أخي هذا أمر بسيط والله إنني عرفته أعور لأنني وجدته يأكل من العشب الناشف من جهة ويترك العشب الأخضر من جهة أخرى فعلمت أن هذه هي الناحية التي رأى بها. يعني لو كان بيشوف بعينيه الاثنين كان يروح للأخضر ده يحول عليه إنما هو جه من ناحية الخربان. طيب قال له طب وعرفت إنه أكثر ملوش ديل إزاي؟ قال له لأنه لو أن له ديل كان يبعثر بعره يبقى بعره هنا كده وبعره هنا كده وبعره هنا كده إنما لقيتها نازلة في حتة واحدة يبقى ملوش ديل. أهو ده متوسم بقى يعني خد المسائل كده. قال له طب وعرفته يعني بيدق؟ قال له لانه لقيت الناحيه اليمين الاثر واطي والثانيه الاثر مش واطي. خبر رأى ادي المتوسم. يبقى المتوسم ايه؟ ولا تعرفنهم بسيماهم. مش ايه ربنا يقول كده؟ ايه؟ نعم. ان في ذلك لآية للمتوسمين. وعلى ايه مش عايزه توسم ولا عايزه فراسه ولا عايزه اي حاجه؟ ده المساله واضحه قوي. وانها اي قريه سدوم اللي حصل لها الكلام ده لبسبيل مقيم. ده على الطريق وطريق ثابت. سبيل مقيم فيه سبيل يبقى عارض زي واحد مثلا الدنيا كانت مش مدبخه كده واحد عمل مدق كده وده عمل مدق كده وده عمل مدق كده. انما سبيل مقيم يعني ايه؟ نعبر عنه دلوقتي مرصوف. سبيل ايه يعني؟ مسألة واضحة يعني انها لبسبيل مقيم تقدروا ايه. وحيقول في آية تانية وانكم لتمرون عليهم مصبحين. انتوا شايفينها روحوا شوفوا القرى ايه دي. وانها لبسبيل ايه مقيم اي ثابت. ومدام ثابت يعني الاغيار وعوامل التعريه مش حت ايه مش هتضيعه ولا تضيعوش الا اذا كان محكم الايه التكوين ومحكم الرسم ومحكم التثبيت. ان في ذلك لآية للمؤمنين. بعد ما يقول آية للمتوسمين يقول آية لمين؟ فكأن من حق المؤمن ان يتفحص في ادبار الاشياء ويعرف الاشياء بسيماها ويبقى عنده فراسة. ولذلك يقول لك اتقوا فراسة مين؟ اتقوا فراسة فانه ينظر بنور الله. انتهينا من قصة لوط. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. نقلنا نقلة ثانية. الأيكة وبرضو مفرد لأيك والأيك الشجر الملتف الكثير. لما تمشي كده تلاقي واحد فيها شجر كثير كده اسمها إيه؟ أيكة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين بظلم فانتقمنا منه وإنهما لبإمام مبين. يبقى انتقل إلى قصة أخرى وهي قصة مين؟ شعيب. وشعيب أرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الإيه؟ الأيكة. أهل مدين دي بلد والأيكة دي زي الرحلة كده كانت بينهم وبين البحر وفيها الشجر الإيه؟ الملتف. راح لدول وراح لمين لدول. ولذلك هناك قال وإنها أي سدوم بتاعكم لوط. وهنا قال وإنهما. يقول لك التسمية دي كانت منين؟ ده ما فيش إلا أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة قال له خد كمان مين؟ مدين وياه. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. الإمام هو ما يؤتم به في الحركات والسكنات وما يؤتم به في الفتية وما يؤتم به في الرأي. ويسمون الطريق المؤدي إلى الغايات المختلفة اللي هي الإلى والإلى والإلى من ومن 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 يسموه إمام. إمام ليه؟
لانه هو اللي بيدلني على الاماكن اللي انا ايه اللي انا عايزها. طبعا له بدء وله منتهى، منتهاه من اول من والى اخره ايه، وفي كل جزئيه منه من والى، كل جزئيه منه فيه ايه من والى. اللي احنا بنرقمها دلوقتي بالكيلوات، وانهما يعني مدين وايه واصحاب الايه الايك، لا بامام ايه اي بطريق واضح، هذا الطريق الواضح يؤتم ياتم به السائر ليصل الى من اي من الى اي ايه الى اي الى في داخل من الاولى والى الايه الاولى. طيب، وانهما لبامام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. برضو جايب لقطة تانية، وأصحاب الحجر اللي هم قوم مين؟ قوم صالح، وسموا أصحاب الحجر لأن كانت المقام بتاعهم في حتة حجارة كلها، ولذلك كانت إيه؟ بيوتهم كلها ما تنبنيش، ينحتون من الجبال بيوتا إيه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم إيه؟ تخلدون. ولما يشوفها مباين صالح هي بين خيبر وإيه؟ وتبوك. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. طب هم راح لهم وإلى ثمود أخاهم صالحا، ده مرسل واحد، أما قال لك لأن كل الرسل يتواردون على شيء واحد في العقائد وفي الأحكام العامة الشاملة، ثم يختلف حكم في حكم عن أي بيئة في إيه في بيئة، فلما يكذبوا رسول كأنهم بيكذبوا كل الإيه كذبوا رسول. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قال لك احنا قلنا الآيات جمع آية، والآية هي الشيء العجيب الذي يلفت النظر، وما دام شيء عجيب يلفت النظر يبقى ربنا بيعطيه لنا آية علشان محدش يبقى له عذر في أن لا يرى. وقلنا أن الآيات ثلاثة أنواع، آيات أولية طرأ عليها الإنسان، يعني الإنسان اتخلق وجدها كده، دي الآيات الكونية، الآيات الكونية اللي النظر فيها يستدل به على وجوب واجب الوجود الخالق. وقلنا ان الانسان اذا انقطعت به الطريق، مثلا كان في طياره وقعت ووقعت في صحراء ولا فيش لها ابدا اي حاجه، وبعدين غلبه كد التعب فنام، ثم استيقظ فوجد مائده منصوبه عليها اطايب الطعام واطايب الشراب، بالله قبل ان ياكل مش شايف حد قدامه، ما يفكرش مين اللي عمل العمليه دي. بقى كان يجب عليك ايها الانسان وقد طرأت على كون مملوء بالآيات العظيمة في الكون، انك انت تشغل نفسك ايه الكون ده، ايه ازاي انعمل دي، ولم يدعي احد من مثلك انه فعلها، يبقى كان يجب انه يعمل دي ولا لا. والى لقاء اخر.